أهلا بكم. أحال وزير المال يوسف الخليل مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، ويكون بذلك التزم للمرة الثانية بالموعد الدستوري للإعداد والإحالة. وتضمن المشروع عجزا بقيمة 196 مليون دولار أو ما يوازي 4.11% بالمقارنة مع الموازنة السابقة، أي موازنة 2024، حيث كان العجز تقريبا 0%. فماذا يعني ذلك؟ القول انه موازنة 2024 ما كان فيها عجز هو كلام يجافي الحقيقة، لانه فعليا كان فيها عجز، بس ولكن اختارت السلطة، الحكومة اختارت انها ما تحط نفقات كهرباء لبنان ضمن الموازنة، وافق البرلمان على هذا الموضوع. اليوم على ما يبدو عم تتكرر هذا الموضوع، بس بعجز اضافي صار ظاهر قيمته 4.11%، يعني محددين النفقات ب 4.7 مليار دولار بينما الإيرادات ب 4.5. عمليا في عنا عجز بحدود ال 200 مليون دولار. إذا منغوص أكثر بتفاصيل الموازنة منلاقي أنه في كمان شوية ألعيب. صحيح أني ما زادوا الضرائب، زادوا ضرائب إضافية، بس ولكن كبروا من هامش هذه الضرائب، يعني رفعوا تسعيرة الضريبة بدل ما يستحدثوا ضريبة جديدة. واضح أنه الحكومة بعدها راحة على التعنت. هذه الموازنة منا موازنة إصلاحية، ما بتقدم خدمات، لأنه هذا العجز ما واضح لوين رايح، إذا كان راح على الكهرباء أو راح على خدمات كان اللبناني مفتقدة. يبدو راح على الرواتب والأجور، لأنه في عنا بند بيخص الرواتب والأجور. قيمة الرواتب والأجور حسب مظاهر بمشروع الموازنة هي 22%، بينما اللي نحن بنعرفه الرواتب والأجور بتاخد من حجم النفقات أكثر من هيك بكتير، كان الموازنة السابقة بحدود 48%. يعني عمليا في ترك بهذه الموازنة مخبى بمكان ما. اتفاقية تعاون بين مياه لبنان الشمالي وOMT تسمح للمشتركين بتسديد مستحقاتهم عبر المراكز المنتشرة. وقعت مؤسسة مياه لبنان الشمالي ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام خالد بركات عبيد، وشركة OMT ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تسمح للمشتركين بتسديد المستحقات المتوجبة عليهم لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي عبر أكثر من 1400 مركز OMT. وأشار عبيد إلى دور هذا التعاون قائلا: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة OMT وساعات العمل الطويلة لتسهيل أمور المشتركين وتمكينهم من تسديد الفواتير أينما كانوا موجودين عبر مراكز OMT المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة. كما شدد أبو زيد على دور هذه الشراكة قائلا: نعتز بتطوير شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع العام، ونؤكد سعينا الدائم لتقديم حلول مالية تتناسب مع اهتمامات المواطنين وتسهل عليهم تسديد مستحقاتهم. عرض وزير المال الإسرائيلي خطته لميزانية 2025 وقدر فيها تكلفة الحرب بأكثر من 68 مليار دولار. وعلق سموتريتش على هذه الميزانية التي تجري مناقشتها قبل التوقيع عليها قائلا: إن تل أبيب تخوض أطول الحروب وأكثرها تكلفة. وأضاف أن الحرب زادت العجز، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها كانت صحيحة وأبقت على استمرار الاقتصاد وفق تعبيره. وهذا الخبر نوصل لختام فقرتنا.